إذا منتبهين سابقاً أنه الباب الخاص بالطائرة من الداخل دائماً يكون منتفخ على شكل مربع كبير، طبعاً نقصد الطائرات المدنية. هذا الانتفاخ لأن أكو فشي بداخله بيسكب سلايد أو بيرفت. يعني شنو هذا الحكي؟ أنا بسط لك إياه. بحالات الطوارئ مثل ما تعرفون الطاقم راح ينقذ المسافرين بأسرع وقت ممكن من تنزل الطائرة، فحتى تطلع لا تنزل على جيت أو فشي، وتعرفون المسافة بين باب الطائرة والأرض راح تكون أو البحر حسب الهبوط وين صار. هنا لازم اكو فشي يوصل المسافر للارض بسلامه، فخلوا هذا السكيب سلايد اللي هو مثل ما نسميه احنا نفس الزحليقه تكون، طبعا هاي ورا ما ينزلون كل المسافرين تنفتح ويصير نفس البلم حتى يستخدموها الطاقم للمسافرين ينقذوهم اذا كانوا ببحر، واذا كانوا على الارض مجرد يزحلقون من يمها ونزلون على الارض وانتهى الموضوع. وهذا السكيب سلايد موجود بكل الطائرات ما عدا بعض الطائرات اللي تكون صغيره مثل سي ار جي وغيرها، المسافه بين الباب والارض متر او اقل من متر، فهو بابها اصلا من ينزل هو يوصل للأرض بدرج، فهاي ما يصير بيها سكيب سلايد. الطائرات العادية كلها صعدوها يكون بيها سكيب سلايد.